Your Excellencies, the Sultan. أصحاب السعادة أيها الزملاء الأعزاء. Dr. Sultan Jaber. صاحب السعادة سلطان الجابر الرئيس المسمى. أولا أعرب عن بالغ الامتنان للدعم الذي تلقيته منكم جميعا بصفتي رئيس مؤتمر الأطراف 27 في شرف الشيخ، خلال العام التالي لذلك كأطراف وأطراف مراقبين ومجتمع مدني وكذلك أمانة الاتفاقية، كان دعمكم هاما للغاية. كما تعرفون المؤتمر 27 انعقد في وقت صعب وفي سياق دولي كان تحدا كبير مع تعافي العالم بعد جائحة كوفيد، وهذا في ظلال النزاع في أوكرانيا. أما المؤتمر 28 يأتي بعد تقدما كبيرا أحرزناه في المؤتمر 27. هذا المؤتمر 27 توصل إلى نتائج انتظرناها طويلا للتنفيذ، لم يكن مجرد شعار وإنما طلب جاء في حينه للانتقال من وضع القواعد والالتزامات للتركيز الفعلي على التنفيذ الملموس للالتزامات على أرض الواقع، وهي دعوة استجبنا لها معا، وذلك عن طريق إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والبدء ببرنامج عمل الانتقال العادل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف. ولذلك أبدينا التزاما راسخا للنهوض بالعمل المناخي خلال هذا العقد، وكررنا دعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية مع التركيز على الطاقة المتجددة للمستقبل، ودعونا لجدول أعمال التكيف عن طريق جدول أعمال مراكش، وكذلك عملنا في كل المجالات في إطار المؤتمر 27 وبدأنا عهدا جديدا في نضالنا ضد تغير المناخ. ونحن نركز على إنجازات المؤتمر 27. نحتاج أيها الزملاء للتقييم فعلي لما وصلنا إليه اليوم ولواقع العلم وللأصوات المتكررة الصادرة عن السكان المتأثرين حول العالم. يجب تقييم الواقع، وهذا يجب أن يكون مصدر قلق لنا جميعا ولأسباب عدة. أولا لأن معظم ما نأتي به كانت نتائج ملموسة والتزامات يمكن تنفيذها تستند إلى التوقعات أو الأمل بأن نتمكن من جعل الالتزامات الوطنية إن كانت طوعية أو غير طوعية، وأننا سنتمكن من تحقيق هدف 100 مليار دولار، أمل أن نجدد التمويل وأن يتم إصلاح المؤسسات المالية الدولية وفي إطار القطاع الخاص، أيضا في إطار المادة 2 شرطة 1 شرطة جيم من اتفاق باريس. هذا هو المفتاح الذي سيفتح التمويل اللازم للدول النامية. كل هذه توقعات وأمل دون أي واقع. ثانيا، بدلا من أن نزيد من التمويل المناخي من البلدان المتقدمة، في الواقع نرى انخفاضا مقارنة والتكلفة المتزايدة. إن
الصندوق الأخضر والصندوق التكيف مثالين على هذا الاتجاه نحو انخفاض التدفقات المالية. ثانيا توسع الاستكشاف للوقود الأحفوري ولا سيما الفحم في الدول التي التزمت أصلا بالتقليل أو في نهاية المطاف التخلص التدريجي من الفحم. وأيضا هناك الثغرة الخاصة بالطاقة المتجددة وإمكانية اللجوء لإجراءات أحادية إما عن طريق الحوافز أو الضرائب مما يمس بالتنافس ويمس بالتعددية وما أنجز في الدول النامية. أيها الزملاء كل هذه رسائل مقلقة يجب أن نأخذها على محمل الجد فهي تؤدي إلى تآكل النظام المناخي وتؤثر أيضا على قدرتنا تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي حين أن نتائج شرم الشيخ أخذتنا خطوة إلى الأمام وفي الطريق الصحيح هذه الرسائل المقلقة يجب أن نتصدى إليها بسرعة وبفعالية لكي نضمن أن لا تذهب جهودنا سدى. نقل مصر القيادة للإمارات العربية المتحدة كلني ثقة في أن التصدي لهذه المشاغل ستكون ما سيركز عليه الرئيس الجديد لمؤتمر الأطراف. وتحت القيادة الحكيمة لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر سنقترب من تحقيق أهدافنا. مجددا لكم الشكر وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا.